لما اتنقلت طوله تحقيق كان في قهره كده انه يعني ما رجعت نفس المكان حتى بعد ما عملنا صوره بعد ما اسقطنا مبارك. يعني دي كانت ايه في غصه كده فيها كانت صعبه شويه، بس حاله التضامن اللي كانت حاصله معايا، وخصوصا انه كان في وقت فيه خمول وفي وقت فيه قلق انه قضيه ماسبيرو دي هتعدي، الهمتني. وانا بقى كنت لوحدي، كنت في حاله وحده شديده جدا وفي حاله عزله شديده جدا، ما كانش حد بيتعرض لي خالص، لكن كنت كل ما اتكلم مع حد اجي تاني يوم لما اقابله الاقيه محلوق له زلبطه وبيبعد عني كده وبتاع. يعني كان ايه في بعد شويه بقى واضح صراحه انه المخبرين وضباط المباحث الموجودين في السجن منعين المساجين الجنائيين من هم يتفاعلوا معايا.